من مدينة التعايش والتنوع الحضري حيفا، أهني كافة المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك. جئت معيدا أحباب وأصدقاء لي بحلول رمضان الخير، لتتلقى الأماني لأن يكون شهرا هادئا لا يستغله أعداء الإسلام الإرهاب والإرهابيين من أجل زرع أجواء التحريض والقتل، مستغلين اسم الله عز وجل. أما إلى جنودنا المسلمين البواسل الذين يؤدون واجبهم الديني والوطني، وفقكم الله في صيامكم ومهمتكم وأكرمكم بمغفرته ورضوانه. أهل رمضان وكل عام وأنتم بخير.